عندي بقى دلوقتي السلطة اللي بالمايونيز. سلقنا مع بعض البطاطس والفاصوليا والجزر، سلقناهم سلقة مش كاملة علشان يطلعوا في الاخر سلطة. السلطة لازم تبقى تحسوا تقرمشوا طعم الخضار وانتوا بتاكلوه. وبعدين بعد ما سلقناهم ادينا لهم صدمة في مية ساقعة بتلج وصفيناهم كويس قوي. عملنا الدريسنج مع بعض بمايونيز وزيت وخل وعسل وملح وفلفل وشوية 3 مكعبات بطاطس مفرومة تدي سمك معايا للصوص. لو ما عندكمش عسل أبيض أو مش حابين فكرة العسل الأبيض ممكن تستغنوا عنه بإيه؟ تستغنوا عنه بمعلقة سكر بني أو أبيض. همسح كده. قلنا بقى الدريسنج ده الأول لازم ندخله كده التلاجة لوحده ياخد طعم، يعني يعمل صوص كده متجانس يخطعم بعض ويهدى شوية عشان الخل والعسل مع بعض. وبعدين نحط له الخضار وبرده نسيبه شوية، ما ينفعش نقدمه على طول علشان يكون الطعم بتاعه مظبوط كده. النهاردة عملنا مع بعض ريش مشوية حلوة قوي، وكمان عملنا مع بعض سلطة خضار بالمايونيز مشهورة قوي في المطاعم، وهي وصفة روسية مشهورة جدا وسهلة ما خدتش اي وقت معانا وكمان مفيدة. وقلت لكم النهاردة انا عملتهوش بزبادي، بدلت فكرة الزبادي بان انا اربط شوية السمك بتاعي بالبطاطس المفرومة. 3 مكعبات من السلق اخدتهم فرمتهم بشوكة عادي جدا وحطيتهم عشان يدي معايا السمك الهايل ده. الريش زي ما انتم شايفين بتلمع جدا، قعدنا ندهنها كده بشوية زبدة، والزبدة اخدتها قطعة كده حطيتها في العسل الابيض. بواقي الطبق كان فيه شوية عسل ابيض كده ادت معايا اللمعة الجميلة اللي انتم شايفينها على الشاشة.